السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرة النهاردة شيق جدا، اللي هو الأوربت. والأوربت ده الحقيقة هندرس فيه البوني أوربت اللي بيحتوي جواه على حاجات كتيرة قوي، من ضمنهم الآي بول. هندرس الكونتنت اوف البوني أوربت والباوندرز اوف بوني أوربت بالتفصيل. هي محاضرة طويلة ولكن شيقة. معاكم دكتور رشا ربيع، اسيستنت بروفيسور اوف اناتومي اند امبريولوجي الكساندريا يونيفرسيتي. البوني أوربت ده يا ولاد عامل بالظبط زي البيراميد. ليه بيز بتفتح في الوجه في النورما فرونتاليس، وليه ايبكس بتفتح على ورا في الميدل كرينيال فوسا. طيب هو عامل بقى ازاي؟ البيز بتاعته قلت بتفتح في الوجه، لو اتفرجنا عليه فروم سايد فيو بيراميدال ان شيب، وليه ايبكس من ورا بتفتح في الميدل كرينيال فوسا. البيراميدال شيب سبيس ده ليه اكيد اربع جدران، ليه روف من فوق وليه فلور من تحت وليه ميديال وول وليه لاترال وول. تمام، القاعدة بتاعته اللي هي الدايرة دي اللي بتفتح في الفيس، والإيبكس بتاعته بتفتح في الميدل كرينيال فوسة. طيب يعني هو عبارة عن دايرة كده بتظهر في الفيس، ببص ألاقي إن هو ليه أربع جدران، المهم روف فلور ميديال وول ولاترال وول، وبص ألاقي في الآخر خالص كده في دايرة اللي هي بسميها أوبتيك كانال، وفي فيشر شق يعني اسمه سوبيريور أوربيتال فيشر، محدوف ناحية اللاترال وول أكتر، سوبيريور أوربيتال فيشر. تمام، وفي الأرض بقى ببص ألاقي في فيشر يؤدي إلى جروف اسمه انفيريور أوربيتال فيشر. يبقى أنا قلت إن ليه أربع جدران، ميديال لاترال روف فلور، ولما باجي ببص في الآخر خالص بلاقي دايرة مدورة اسمها أوبتيك كانال، جنبها فيشر، الفيشر ده بيبقى لاترال كده لاترال وكده ميديال، وفي الأرض بلاقي فيشر تاني اسمه انفيريور أوربيتال فيشر، وهنا المفروض الأنف موجودة في الحتة دي. تمام، طيب عايزين نتفرج بقى ونشوف كل وول بيتعمل من ايه. دي يا ولاد الانتيريور كرينيال فوسة، انزل درجة سلم لتحت دي الميدل كرينيال فوسة، انزل درجة سلم لتحت ده البوستيريور كرينيال فوسة. طيب في الانتيريور كرينيال فوسة بقى هنا المفروض في ده سقف الانف، وهنا ده سقف العين. طيب دي عظمة ايه؟ دي عظمة الفرونتال بون، وبالتالي عاملة سقف العين، عشان كده هسمي كل العظمة الصفرة دي اوربيتال بليت اوف فرونتال بون. دي عظمة الاسمويد زي ما خدناها قبل كده، بتنزل رجل من هنا ورجل من هنا، وشبهناها بالمكتب اللي رجلي جرين على الجنبين. الرجل دي بتمثل اللاترال وول للأنف، إنما الميديال وول أوف الأوربت، عشان كده سميناها أوربيتال بليت أوف اسمويد. يبقى في رجل نازلة تحت عاملة الميديال وول أوف الأوربت وعاملة الميديال وول، وبنسميها اوربيتال بليت اوف اسمويد، انما الفرونتال بون عامل السقف وبنسميه اوربيتال بليت اوف فرونتال بون. طيب مين العظمة السوداء الكبيرة دي؟ دي الاسفينويد، والاسفينويد ليها بودي، كل ده البودي، وليها جناح صغير وليها جناح كبير. طيب الجناح الصغير ده لو تلاحظوا فيري شارب، وعامل اخر حاجة في سقف العين، كل ده سقف العين، يعني كل دي كده سقف العين، صح؟ يبقى معنى كده ان سقف العين معمول من قدام بالفرونتال بون، واخر حته فيه بالليسر وينج اوف الاسفينويد. طيب الميديال وول، كل ده الميديال وول اوف الاي، معنى كده ان معمول بالاثمويد ومعمول بالبودي اوف الاسفينويد نفسه ما دام في النص. طب في حاجه تانية من قدام انا مش شايفاها، تعالوا برضو نشوف، احنا مش عارفين، احنا لسه بندردش. طيب امال مين دي؟ دي الجريتر وينج اوف الاسفينويد، تحدف كده لاترال. طب هل هتشارك لاترالي في البوني اوربت؟ برضو هنشوف. تمام، طيب عايزين نلاحظ ان دي الانتيريور كلينويد بروسس،
ميديا ليها في دايرة فاتحة هي دي الأوبتيك كانال التي تؤدي إلى داخل العين بأوبتيك كانال، تمام؟ يبقى هنا في فتحة ميديا للأنتيرور كلينويد بروسيس. طيب في هنا برضو شق، لو الجريتر وينج اوف الاسفينويد جت تلحم مع اختها الليسر وينج اوف الاسفينويد مش هيلحموا تماما، وهيسيبوا ما بينهم الشق الاخضر ده هو الليسر وينج اوف اسفينويد والاسود هو الجريتر وينج اوف اسفينويد. لما يجوا يلحموا يا شباب مع بعض هيلحموا كده كده، بس في الحته دي يسيبوا فراغ مش هيلحموا، بعدين يلحموا كده. الفراغ ده بقى اللي هو جاست لاترال للاوبتيك كانال هو السوبيريور اوربيتال فيشر. طيب يبقى هو موجود هنا كده، بص الصوره الثالثه دي هنا كده. امال مين اللي موجوده ميديال هنا؟ جاست ميديال للانتيرير كلينويد بروسيس، ده هو الاوبتيك كانال. يبقى الاوبتيك كانال موجوده ميديال، والشق بتاع السوبيريور اوربيتال فيشر ده موجود لاترال. طيب احنا كل ده لسه بندردش، لحد ما دلوقتي هنفرد كل وول معمول بايه. طيب مين العظمه دي؟ دي المجزله. امال مين العظمه اللي جنبها دي؟ دي الزيجومه. مين عظم الجبهه ده؟ ده الفرونتال بون. وادي فتحه الاوربت البيز اوف البيراميدال سبيس موجوده في النورما فرونتاليس. طيب بصوا معايا لجوه خالص كده، بتلاقوا دايره هنا كده موجوده ميديال، هي دي اللي انا بقول لكم عليها الاوبتيك كانال. لاترال ليها في شق سوبيريور اوربيتال فيشر. طب احنا عارفين ان الشق ده موجود ما بين عظمتين، يبقى العظمه دي ليسر وينج واكيد دي جريتر وينج اوف السفينويد، بس باينه بقى من تحت، باينه لي في الاوربت. ما دام في شق اهو يبقى بيفصل لي ما بين الليسر وينج والجريتر وينج. طب انتوا شايفين الارض فيها شق تاني، الشق ده اسمه انفيريور اوربيتال فيشر. طيب تمام، تعالوا كده ميديالي. مش انا قلت لكم ان الاثمويد بتنزل رجلين ما بين النوز، النوز دي والاوربت، اهي الرجلين دي بتاعه الاسمويد بتبقى صغيره. طب هل بتبني كل الميديال وول؟ لا، ده هي رجل صغيره. طب الميديال وول مبنيه بمين تاني؟ احنا قلنا الحاجات اللي في النص ورا الاسمويد هيبقى فيه اسفينويد، يبقى دي اكيد البودي اوف اسفينويد. طيب مين بقى العظمه دي كده اللي ربنا خلقها هنا كده؟ اسمها لاكريمال بون. ولو تلاحظوا انها عندها شفه مرتفعه كده اسمها لاكريمال كريست، وقدام الشفه المرتفعه في حفره اسمها لاكريمال جروف. يبقى في جروف وفي كريست وفي دايره هنا كده بتؤدي الى كانال جوه الانف اسمها نيزو لاكريمال كانال. اسمها ايه؟ نيزو لاكريمال كانال، تمام؟ طيب بعد ما اتفرجنا على العظم اللي حوالين الاوربت، تعالوا نشوفوا كل وول معمول بايه بالتفصيل. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الروف، هو هيلون كل حاجه وانتوا تقولوا مين؟ مين اللي بيلونها دي؟ اكيد الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون. واخر حاجه خالص خالص بيظهر الليسر وينج اوف سفينويد عامل جزء من سقف العين زي ما اتفقنا. هنتكلم على اللاترال وول اللي محذوف كده لاترال. شايفين كل دي الجريتر وينج اوف السفينويد، ما دام الشق الكبير هنا كده يبقى ما بين الليسر والجريتر. ومين العظمه دي بقى اللي عامله اللاترال وول؟ الزيجوما. يبقى جريتر وينج وزيجوما. تعالوا نشوف الارض دي معموله بايه. بقيه الزيجوما الصغنونه دي وكل المجزله، كل دي المجزله صح؟ مش قلنا دي مجزله، وحته من الزيجوما عامله الارض. انما اللاترال وول عامله العظمتين دي، جريتر وينج وليسر وينج. لو تلاحظوا ان الاكسس اوف الاوربت جاي فورورد اند لاترال كده، محذوف على بره. ميديال وول، مين العظمه الصغيره هنا؟ دي اللاكريمال. وراها مين الرجل اللي نازله؟ دي الاسمويد، تمام. وفي خط النص اكيد في البودي اوف الاسفينويد، تمام. يبقى كل دي الاربع حاجات بتوع البوني اوربت. طيب شايفين بقى الخرم اللي لجوه خالص ده المدور، هو ده الاوبتيك نيرف اند الاوفسالميك ارتري اللي هو هنا. شايفين السوبيريور اوربيتال فيشر طبعا بيعدي حاجات كتير. فاكرين ان السوبيريور اوربيتال فيشر مش كان الانتيرو باوندري اوف كافيرنا الساينس؟
والكافيرنس ساينس ده مش كان فيه ماشي في الارض بتاعته الابديوسنت والانترنال كاروتيد ارتري، وفي الجدار بتاعه اللاترال كان فيه او توم او اللي هو مين مين او اوكلوموتور وبعدين تروكليار او توم وبعدين ها او توم اوفثالميك وبعدين مين ماجزيلاري. برافو عليكو. طيب ما الحاجات دي هتحتاج تدخل الاوربت، هتدخل عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر، هتدخل عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر وهنعرف ترتيبها كمان شوية. الانفيريور اوربيتال فيشر، فاكرين لما قلنا ان الزيجوماتيك نيرف بتاع الماجزيلاري بيخش من الفيشر ده، وفاكرين لما قلنا ان الماجزيلاري ذات نفسه بيكمل كانفرا اوربيتال نيرف وبيمشي بعد كده في الجروف وبعد كده في الكنال، فاكرين لما قلنا ان الماجزيلاري ارتري بيدي انفرا اوربيتال ارتري وبيمشي برضو في الجروف ده. طيب فاكرين لما كان في ميشري فين بتوصل الاوفتالميك فينز اللي موجوده في الاي مع التريجويد بلكسس اوف فينز؟ فمهم جدا ان احنا نحفظ الفورامينا دي ونشوف الحاجات اللي ماشي فيها. طيب دي اللاكريمال فوسا والتي تحتوي على كيس الدموع اللي هو اللاكريمال ساك. هنا بقى موجودة اللاكريمال جلاند نفسها في الأبر أند لاترال بارت أوف الروف. في الأبر أند ميديال بارت بيبقى فيه حتة كارتليج صغيرة كده عاملة زي البقرة بتعدي منها تندون بتاع عضلة اسمها سوبيريور أوبليك، بتعدي وتغير اتجاهها هنشوفها كمان شوية، يبقى دي اسمها التروكليا. طب في حاجة تانية غير الفورامينا وغير الحاجات دي؟ طبعا انتوا المفروض تعرفوا كل فورامين بيعدي في مين بالظبط. ده الاوبتيك كانال قلنا اوفثالميك واوبتيك نيرف، ده السوبير اوربيتال فيشر هناخدها بالتفصيل، الانفير اوربيتال فيشر قلنا بيعدي فيها الانفرا اوربيتال نيرف اند فيسلز، الزيجوماتيك نيرف، وكمان الاميشري فين اللي بيوصل الاوفثالميك فينز بالتريجويد بلكسس اوف فينز. طب عظمه الزيجوما احنا قلنا ان فيها خرمين، خرم بيؤدي الى الفيس ويعدي زيجوماتيك اوفيشال نيرف اند فيسلز، وخرم لاترال كده موجود بيفتح في التمبرال اريا كده على بره وبيعدي فيه زيجوماتيك تمبرال سيجوماتيكو تمبرال نيرف اند فيسلز. قلنا في الميديال وول اعلى حاجه في الميديال وول في خرمين، واحد اسمه انتيريور اسمويدال رقم واحد، رقم اتنين بوستيريور اسمويدال، ودول اللي بيعدي فيهم الانتيريور اسمويدال نيرف والبوستيريور اسمويدال نيرف زي ما خدنا مع الاوفثالميك نيرف. طب يلا يا شباب اختبروا نفسكم كده، اللي انا هشاور عليه قولوا لي ايه ده. ايوه ده سوبيريور اوربيتال فيشر، انفيريور اوربيتال فيشر، السوبيريور اوربيتال فيشر حادف ناحيه اللاترال وول، انفيريور اوربيتال فيشر موجود في الفلور نفسها. ها هنا المفروض في دايره كده اسمها اوبتيك كانال. انهي عظمه دي؟ دي عظمة اللاكريمال بون، فيها حرف كده مرتفع اسمه لاكريمال كريست، قدامه حفرة صغيرة فيها لاكريمال سيك. طيب هنا بيوريني يا ولاد المجزلة، عظمة المجزلة طبعا اللي بانية الفلور اوف الاوربت، دي عظمة الاسمويد اللي في ايده هيركبها عشان يبني الميديال وول اوف الاوربت واللاترال وول اوف النوز. شايفينها ازاي؟ دي كلها عظمه الاسمويد. طبعا ده اللاترال وول اوف النوز عاملاه المجزله اللي فيها السنين، في الوقت نفسه عامله الميديال الفلور اوف الاوربت. تمام، هنا بيشاور على النيزو لاكريمال داكت، الليزو لاكريمال داكت اللي بتفتح في النوز. شايفين هنا يا ولاد كده، ادي الخرم ده هو وده اللاكريمال جروف، الحفره دي اسمها فصه او جروف، وفي حرف هنا اسمه لاكريمال كريست ويؤدي الى كنال بتفتح جوه الانف اسمها نيزو لاكريمال كنال. هو بيشاور هنا على النيزو لاكريمال كنال اللي بتفتح جوه هنا في الانف كده، تلاقوها منوره كده،
هنا كده، يبقى هنا في حفرة اسمها فصة، والحفرة دي فيها خرم يؤدي إلى النوز لاكريما الجروف. ودي الحرف الممتد ده أو العالي ده شوية اسمه لاكريما كريست، ودي لاكريما الفصة. كل ده هو بيشاور على الكنال، وفي حفرة هنا. تمام يا ولاد؟ هنتكلم بقى عن الأوربيتال كونتنت أوف الأوربيت. البوني أوربيت ده في عنده كذا حاجة جواه، منها طبعا أول حاجة الآي بول اللي هي كورة العين. والعين دي يا ولاد بتتميز بستراكشر شفاف كده اسمه كورنيا، والكورنيا ده بيكمل مع استراكشر دنس وأبيض اسمه سكليرا. أدي كورة العين، ومن السكليرا ده بيخترقها عصب العين اللي هو الأوبتيك نيرف. يبقى فيه جزء من قدام أبيض شفاف اسمه كورنيا، وبعد كده الجزء الأبيض الدنس اسمه سكليرا. الجانكشن دي داير ما يدور ما بين الكورنيا اللي هي من قدام والسكليرا اللي هي من ورا، اسمها ليمبس أو كورنيو سكليرال جانكشن. طيب العين بتتقسم إلى نصين، نص أنتيريور ونص بوستيريور، بحاجة اسمها إكويتور أوف الآي، يعني خط الاستواء زي الكرة الأرضية كده، ما يبقى ليها خط الاستواء. طبعا ده داير ما يدور، يبقى الخط ده اسمه خط الاستواء أو الإكويتور. طبعا العين دي مدفونة في أوربيتال فات، في حبة دهون حواليها، وكمان في مجموعة من العضلات. في عضلات الحقيقة راكبة عليها من بره، عضلة مثلا كده، عضلة كده راكبة على العين، عضلة من الناحية دي، هناخدهم بالتفصيل. فالعضلات اللي راكبة على العين من بره اسمها اكسترا اوكلر ماسلز، وفي عضلات مدفونة جوه الاي بول نفسها اسمها انترا اوكلر ماسلز. يبقى اول كونتنت هنجمعهم في اخر المحاضرة، الاي بول، الفات اللي هي مدفونة فيه، مجموعة من العضلات. العضلات دي لو خارجية هنسميها اكسترا اوكلر، لو داخلية هنسميها انترا اوكلر. طيب العضلات الخارجية عددهم 7، 4 منهم بنسميهم ريكتاي علشان مستقيمين ماشيين من غير ما يعوجوا الاتجاه بتاعهم، ريكتاي، واتنين منهم اوبليك اتجاههم مايل، وواحدة موجودة في الأوربت ولكنها لا تحرك الأيبول ولكن بتمسك في الجفن، اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورس. ليفيتور بالبيبري سوبريورس. يبقى عضلات اللي موجودة في الأوربت 7، 4 ركتاي واثنين أوبليك، وواحدة ملهاش علاقة خالص بالأيبول ولكن بتمسك في الجفون وتحركها، وعشان كده اسمها بالبيبري واسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورس. طيب داخل بقى الاوربت، لو ده الاوربت كده يا ولاد، احنا قلنا انه ليه 4 جدران، ميديال ولاترال وسوبيريور وانفيريور، وفي الاخر خالص بيبقى فيه كنال مدوره اسمها اوبتيك كنال، وجاست لاترال ليها بيبقى فيه فيشر فوق كده شويه اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر، صح؟ في بقى تندينيوس رينج بتحوط الاوبتيك كانال والسوبيريور اوربيتال فيشر، الميديال بارت اوف السوبيريور اوربيتال فيشر كده. الرينج دي اسمها كومون تندينيوس رينج، وهي عباره عن تندون بيحوط كل الاوبتيك كانال والميديال بارت اوف السوبيريور اوربيتال فيشر. طيب ادي ده الاوربت، تمام، ليه 4 جدران. عند الايبكس من ورا خالص في دايره كده، مين الدايره دي؟ ايوه دي الاوبتيك كانال، وجاست لاترال ليها في الفيشر ده كده اللي هو سوبيريور اوربيتال فيشر. طب تحت في الفلور في فيشر تاني اسمه انفيريور اوربيتال فيشر. امال مين الدايره دي؟ ايوه دي النيزو لاكريمال داكت او كانال اللي بتؤدي للنيزو لاكريمال كانال. طيب مين الدايره دي اللي بتحوط الميديال بارت اوف سوبير اوربيتال فيشر والاوبتيك كانال كده؟ ايوه دي الكومون تندينيوس رينج.
الكومون تندينيس رينج بقى بتدي اورجين للاربعه ريكتاي، من فوق هنا كده السوبيريور ريكتاس، من تحت الانفيريور ريكتاس، ميديال هنا كده ميديال ريكتاس، لاترال هنا لاترال ريكتاس. تطلع العضلات تمسك في التندينيس رينج دي وبعد كده تتجه لقدام وتغلف الاي بول. طيب فوق الكومون تندينيس رينج في اورجين لعضلتين، سوبيريور اوبليك ودي عند الجانكشن اوف الميديال وول ده مع الروف بتاخد اورجين، وفي النص كده فوق الاوبتيك كانال وعضله اسمها ليفيتور بالبيبرال سوبريورس، ودي طالعه من اخر حته في الروف، يعني ذا موست بوستيريور بارت اوف ذا روف ورا خالص. طيب جاست لاترال بقى للنيزولاكريمال كانال من الفلور بتاخد اورجين عضله تانية اسمها انفيريور اوبليك. يبقى كده عندنا السبع عضلات اللي احنا قلنا عليهم، اربعه منهم بياخدوا من الكومون تندينيس رينج، فوق بقى من الروف سوبيريور اوبليك وليفيتور بالبيبرال سوبريورس اللي فيها اس برضو، يبقى الاثنين اس دول، واحده ميديال اللي هي السوبيريور اوبليك عند الجانكشن اوف ميديال وول بالروف، وواحده من منتصف الروف من ورا خالص اللي هي السوبريورس ليفيتور بالبيبرال سوبريورس. الانفيريور ريكت اوبليك بقى واخده من الفلور من تحت جاست لاترال للنيزو لاكريمال كانيل اللي هي الحمراء دي. طيب بيمسكوا بقى فين العضلات دي لما هم طالعين من ورا خالص كده؟ الوحيده اللي طالعه من قدام اللي هي الانفيريور اوبليك، طالعه من قدام من الفلور جنب جاست لاترال للنيزو لاكريمال كانيل. طيب هم جايين من ورا من عند الرينج اللي هنا كده اهو، والله اللي من فوق دي تمسك اهو، تمشي فوق الاي بول وتمسك في السكليرا بس قدام الاكويتور مش ورا. طيب اللي من تحت اهي وتمسك قدام الاكويتور في السكليرا نفسها، وفي هنا عضله اهي قدام الاكويتور. لو انا باصه كده لاترال هيبقى دي اللاترال ريكتس اهي، طالعه برضو من رينج اهي وقدام الاكويتور وماسكه في السكليرا، والناحيه الثانيه طبعا الميديال في واحده اسمها ميديال ريكتس برضو. يعني لو شفنا المنظر من قدام هيمسكوا في السكليرا على بعد قد ايه بقى من الليمبس ده؟ يعني من 5 ونص ل 7.5 ملم. لو قسنا المسافه من الليمبس اللي هو الكورنيو سكليرا جانكشن اللي عنده السهم ده لحد الانسيرشن بتاعهم هنلاقيه من 5.5 ل 7.5، في فاريشن طبعا في كل واحده مش عليكم الحفظ بتاعهم. يبقى كلهم الريكتاي طالعين من الكومون تندينيس اورجين ماسكين في السكليرا على بعد 5.5 ل 7.5 من الليمبس اللي هو الكورنيو سكليرال جانكشن وقدام الاكويتور. طيب دول الاربع جدران بتوع الاوربت، مين الدايره دي اللي في الايبكس اوف ذا اوربت؟ حلو اوبتيك كانال. مين اللي لاترال ليها؟ الفيشر ده سوبير اوربيتال فيشر. مين الفيشر اللي موجود في الفلور ده؟ حلو قوي. مين الكانال هنا اللي موجوده في الفلور؟ النيزو لاكريمال كانال. طيب العضله بقى الاوبليك السوبير اوبليك واخده من الروف من ورا خالص من الروف، وبتطلع كده على قدام على قدام على قدام، بس احنا قلنا في الروف من قدام في بكره، البكرة دي معمولة من فايبرو كارتلج مدورة. يقوم التندون ده يعدي من البكرة ويغير اتجاهه 90 درجة ويروح يمسك في السكليرا، هنشوفه مسك ازاي. دي السوبيريور اوبليك. هنا جاست لاترال من النيزو لاكريمال كانال تطلع من الفلور العضلة دي وتلف الاي بول من تحت منها، تحت منها تمشي كأنها شايلة الاي بول لتحت وتروح تطلع على فوق كده وتمسك في السكليرا، دي اسمها انفيريور اوبليك واللي فوق سوبيريور اوبليك. بصوا للصوره اللي على الشمال كده، احنا قلنا ان الابيض ده يا ولاد هو السكليرا تمام، واهو طيب يبقى وهنا كده الكورنيو سكليرال جانكشن على بعد منه بخمسه ونص او سبعه ونص ملي، ادي السوبيريور ريكتس ماسكه وادي ميديال ريكتس وادي اللاترال ريكتس وادي مين؟ الانفيريور ريكتس. شايفين بقى الانفيريور اوبليك اللي شايله الاي من تحت؟ هي طالعه من الفلور كده كده وشايله الاي من تحت، وبصوا بقى راح تمسك في السكليرا من ورا، بس خدوا بالكم بيهايند ذا اكويتور، وراح تمسك لاترال بما ان كده ميديال وكده لاترال.
طيب السوبيريور اوبليك بقى هي واخده من الجانكشن اوف الميديال وول والروف من ورا خالص، وطلعت على قدام، طلعت على قدام، لقت البقره دي قامت داخله فيها، وبعدين لفت 90 درجه كده اهي اهي، وروحت تمسك في السكليرا بيهايند الاكويتور ولاترال. طب نقولها ازاي برضو تاني؟ طيب لو دي الاي بول وكده ده الروف اهو، وتحت اهو الفلور، واحنا اتفقنا ان في تروكليا او بقرة موجودة في الروف من قدام، المفروض التندون بتاعنا هيعدي من البقرة دي ويغير اتجاهه كده ويجي يمسك هنا كده لاترالي بس بيهايند الاكويتور، ادي الاكويتور تمام. يبقى هي طالعة من ورا خالص من الجنكشن اوف الميديال وول والروف، وتطلع على قدام تعدي في البقرة تغير اتجاهها 90 درجة وتيجي تمسي بيهايند الاكويتور. طب عضلة بقى طالعة من الفلور من تحت شايلة الاي داير ما يدور وتيجي تمسك في نفس المكان تحتها بيهايند الاكويتور، يبقى واحدة بوسترو سوبيريور دي رقم واحد، رقم اتنين بوسترو انفيريور، وما تنسوش انهم بيهايند ذا اكويتور اوف ذا اي، واحدة شايلة من تحت الاي وواحدة كبسة على نفس الاي من فوق، اللي فوق اسمها سوبيريور اوبليك واللي تحت اسمها انفيريور اوبليك. بصوا هنا يا ولاد ادي الحلقة اللي طالعة منها الريكتاي بنسميها كومون تندينيوس رينج، انا هنا قصة العضلات. طبعا الاوبتيك كانال دي موجودة ميديال، يبقى كده ميديال وكده لاترال، دي ميديال ريكتس ودي لاترال ريكتس، اللي فوق دي سوبيريور ريكتس واللي تحت انفيريور ريكتس، اللي لفة كده من تحت اهي لانها طالعة من الفلور اهو، وطبعا لاترال للنيزو لاكريمال كانال اللي موجودة هنا، واللي هتلف الاي كده من تحت وتروح تمسك في السكليرا اسمها انفيريور اوبليك. اللي جاي من ورا خالص بقى واول ما عدت من البقرة اهي جاي من ورا خالص وهتعدي من البقره وبعدين هتركب فوق انفاس الاي من فوق عشان تروح تمسك في السكليرا بس من ورا، بنقول عليها بوسترو سوبيريور، انما دي تمسك برضو من ورا فبنقول عليها بوسترو انفيريور. بيهايند الاكويتور ولا قدام الاكويتور؟ بيهايند الاكويتور. ادي العضلات بقى متقطعه اهو تمام. طيب خدوا بالكم كده ده الاوبتيك نيرف اهو، وفي عضلات خارج الكومون تندينيوس رينج اللي هم دي ودي، مين فيهم اللي ميديال ومين فيهم اللي لاترال؟ اللي ميديال هي السوبيريور اوبليك، واللي لاترال هي او اللي في المنتصف هي الفيتور بالبيبرال سوبريورس، دي طالعه من الروف من اخر حته من الروف، انما دي طالعه من الجنكشن اوف الميديال وول مع الروف هنا اهي، وتطلع تمشي على قدام على قدام وتغير اتجاهها في البقره وتمشي 90 درجه وتركب فوق انفاس الاي. طبعا دي هتختبروا انتوا نفسكم وتوطوا الصوت وتشوفوا الالوان دي بتعني ايه. طيب مبدئيا انتوا شايفين العضله الصفرة دي اللي معديه في البقر ومغيره اتجاهها، هي دي انا بعرف فيها الاتجاه لان هي موجوده ميديال، يبقى كده ميديال والناحيه اللي انتوا باصين عليها كده لاترال، تبقى دي السوبيريور اوبليك خلاص، يبقى احنا كده لاترال، تبقى مين الخضره دي؟ تبقى دي اللاترال ريكتس، وانا هنا مقطعه الاوبتيك نيرف تمام قصاه علشان ابين العضله اللي على الجانب الثاني اللي هي الميديال ريكتس. طيب يبقى دي السوبيريور ريكتس ودي اكيد الانفيريور ريكتس، ومين العضله اللي شايله الاي بول من تحت دي؟ هتبقى الانفيريور اوبليك. طيب امال مين العضله اللي تحت الروف على طول اهي وراح تمسك بقى ملهاش دعوه بالاي بول وراح تمسك للجفون على طول، يبقى دي اكيد الليفيتور بالبيبرال سوبريورس. طيب هنا يا ولاد كده انا شايله الروف بتاع العين مكسره الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون وبصه من فوق، العضله اللي هلاقيها لازقه على طول من تحت العظم وهي الموست سوبرفيشال لكل العضلات هي الليفيتور بالبيبرال سوبريورس اللي هي في النص كده ميديال وكده لاترال. ميديال بقى هلاقي برضو طالعة من الروف عند الجنكشن اوف ميديال وول ده والروف اللي هي
سوبيريور اوبليك اهي، وهتمشي كده كده ميديال 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 لحد ما تلاقي البكره تعدي من جواها وتمشي 90 درجه وتروح بوسترو سوبيريور السكليرا بيهايند الاكويتور، اوعوا تنسوا. تمام طيب كده ميديال، كده لاترال تبقى لاترال ريكتس، كده ميديال تبقى ميديال ريكتس. امال مين العضله اللي تحت على طول؟ الليفيتور بالبيبرال سوبريورس السوبيريور ريكتس. يبقى الليفيتور بالبيبرال سوبريورس دايما اعرفوا انها سوبر فيشيال لبقيه العضلات. مش عارفه المنظر ده هتتخيلوه ولا لا، بس انا كسر هنا الفلور وبص على العين اليمين من تحت. طبعا اللي شايله العين من تحت هي الانفيريور اوبليك، واكيد لو قلت لكم ان ده ميديال تبقى دي ميديال ريكتس ودي لاترال ريكتس ودي اكيد الانفيريور ريكتس. المنظر ده من تحت. طيب الواجب بقى ده بتاعكم اللي هشاور عليه، هتقولوا ده ايه؟ مين العضله دي؟ مين دي؟ حلو قوي. طيب ومين العضله المقصوصه دي وسوبرفيشال لكل العضلات التانية؟ جميل. طيب مين العضله دي ومين العضله اللي شايله العين من تحت ومين العضله دي؟ يبقى كده هتعرف دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، الخمس حاجات دول تجاوبهم. قبل ما نتكلم على كل عضلة بتعمل حركة شكلها ايه، عايزين نعرف الاكسس اوف الاي اللي بتتحرك حواليها الاي. طبعا السفندية دي بتمثل الاي بول، فتعالوا نشوف دلوقتي هتتحرك ازاي. طبعا عندنا ثلاث محاور للحركة، ادي دي الاي بول على الناحية اليمين لشخص واقف قدامنا كده رايت وكده ليفت، ده فيرتيكال اكسس. العين بتتحرك حواليه كده ادكشن لجوه، ارجع تاني كده ابدكشن، وارجع تاني كده ادكشن لجوه، هنا الانف كده كده ابدكشن. في اكسس تاني ترانسفيرس اكسس بيحرك العين يا اما على فوق اهو، السودة دي تمثل الايرس، يا اما على تحت داون وورد. في بقى انتروبوستيريور اكسس بيلف العين، بيعمل يا اما ميديال روتيشن انترجن يا اما لاترال روتيشن. انا كده بلف على جوه يبقى انترجن، ارجع تاني هلف على بره اكستورشن. بصوا الحركه اللي جايه، ده الفيرتيكال انتروبوستيريور اكسس كده انتورشن. بصوا الميديال انجل اوف ذا اي نزلت لتحت، بصوا الحركه دي كمان، ها بلف على جوه انتورشن، بصوا الميديال انجل اوف ذا اي نزلت لتحت كده اكستورشن، ميديال انجل للاي طلعت على فوق كده انتورشن، وهكذا. بالنسبة للموفمنت اوف الاي، الميكانيزم بتاعهم صعب شوية، فمنكم اللي هيتخصص رمض هيدرسه بالتفصيل. ان احنا على المستوى بتاعنا ده عايزين نحفظهم بطريقة سهلة. الحركات بتاعت العين في منها اب وفي منها داون وفي منها ادكشن وفي منها ابدكشن. بالنسبة بقى للريكتاي سيمبلي كده، اللي بتعمل ابدكشن اكيد السوبيريور ريكتس، واللي بتعمل ابورد عفوا السوبيريور ريكتس، داون وورد اكيد الانفيريور ريكتس. سهلين في الاول، وزع الريكتاي على الاربع عضلات دول، ادكشن اكيد الميديال ريكتس، ابدكشن اكيد اللاترال ريكتس، وده الاكسس بتاعهم ايه لو تفتكروا اول اكسس خدناه اللي هو الفيرتيكال. طيب مين كمان اللي بتعمل بقى الاب والداون وورد؟ السوبيريور اوبليك العكس بالعكس مع الريكتاي تعمل داون وورد، والانفيريور اوبليك تعمل اب وورد. يبقى عشان نحفظ دول هنقول اللي بيعمل اب وورد وداون وورد الريكتاي المستقيمين، السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس داون وورد، والسوبيريور ريكتس اب وورد، وعكسهم الاوبليك.
تعالوا بقى للادكشن والادكشن عشان نحفظهم. الادكشن بنمثلها بولد على طول جوه البيت، لان الميديال الادكشن دي حركه لجوه والادكشن دي حركه لبره. فالابدكشن بره البيت، ولد بره البيت حركه على بره، ومعاه الاثنين العوجين الاوبليك، السوبيريور اوبليك والانفيريور اوبليك. الولد المستقيم اللي بيدخل جوه البيت معاه الاثنين المستقيمين الريكتايل المستقيمين، اكيد الانفيريور ريكتس والسوبيريور ريكتس. يبقى لما امسك لك السوبيريور ريكتس لوحدها، سوبيريور ريكتس من اسمها تعمل ابورد، وبالتالي هي مستقيمه، يبقى تعمل ادكشن ولا ابدكشن، لجوه ولا لبره؟ ها لجوه. طيب لما امسك لك مثلا اللاترال ريكتس، اهي دي اللاترال ريكتس اهي، دي من اسمها بتعمل دايركت لبره ابدكشن. طب لما امسك لك حاجه بقى مش عوجه، انفير اوبليك، طيب ابورد ولا داون وورد؟ قلنا العكس بالعكس مع الريكتاي، تبقى اب وورد. ولجوه ولا لبره؟ هي مستقيمه ولا مش مستقيمه؟ لا دي عوجه، يبقى لبره، تبقى تعمل اب دكشن. خلاص. طب بالنسبه بقى للحركتين المميزين بقى، دول يتحفظوا لوحدهم، الانتورجن والاكستورجن. والله الانتورجن اللي بتتحرك حوالين انهي محور؟ انتروبوستيرو محور، بيعملوها الاثنين اللي بحرف الاس، سوبير ريكتس وسوبير اوبليك. الاكستورشن بيعملوها الاثنين اللي بحرف الاي، انفيرو اوبليك وانفيريور ريكتس. خلاص. تاني هنوزع الاربعه ريكتاي على الاربع حركات، والله الابورد سوبير ريكتس، الداون وورد انفيرو ريكتس، الادكشن ميديال ريكتس، الابدكشن لاترال ريكتس، وبعدين هنشوف مين بيشاركهم من العضلات الثانيه. الاب والداون الاوبليك على العكس من الريكتاي، يعني الاب اللي بتعملها السوبير ريكتس تبقى الانفير اوبليك معاها، الداون اللي بتعملها الانفير ريكتس تبقى السوبيريور اوبليك اللي معاها، الاب اللي بتعملها السوبير ريكتس تبقى الانفير اوبليك اللي معاها. خلاص. الاد والاب دكشن بقى، الاد ده حركه لجوه وبتعملها اكيد الميديال ريكتس، والاب حركه لبره واكيد بتعملها اللاترال ريكتس، والاثنين العوجين حاجه لبره اللي هم الاوبليك. الاد ده حاجه لجوه واكيد الميديال ريكتس والاثنين المستقيمين اللي معاها، مين هم؟ الانفيريور ريكتس والسوبير ريكتس. طب اللاترال ريكتس؟ لا، اللاترال ريكتس من اسمها لاترال، يعني ابدكشن. طيب بالنسبه بقى للحركه الاخيره الانتورجن والاكستورجن، والله الانتورجن بيعملها الاثنين اس، والاكستورجن بتعملها الاثنين اي، الاثنين اس اللي هم السوبير ريكتس والسوبير اوبليك، والاثنين اي اللي هم الانفيرور ريكتس والانفيرور اوبليك. طيب دي حركات العين بقى، ركزوا فيها كده، بيعمل ادكشن ويرجع يعمل ابدكشن، ادكشن وابدكشن. مين يقول لي الادكشن هنا مين اللي بيعمله؟ اكيد الميديال ريكتس. طب لو سالتك مين تاني؟ اكيد الاثنين ريكتاي اللي معاها المستقيمين اللي هم مين؟ السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس. طيب الحركه اللي على بره دي مين اللي بيعملها؟ اللاترال ريكتس والاثنين العوجين اللي هم مين؟ السوبير اوبليك والانفير اوبليك. طيب الابورد والداون وورد، الابورد على فوق هنا كده يبقى بتعملها مين؟ السوبير ريكتس وعكسها اللي هي الانفير اوبليك. طب لو حرك على تحت يبقى الانفير ريكتس وعكسها اللي هي السوبير اوبليك. بص هنا الاربع حركات كده، لفوق كده، لبر كده، لتحت كده، ادكشن وهكذا. عايزاكم بقى تركزوا في الصوره دي، مين اللي بتعمل الحركه دي؟ هي على تحت صح ولا لا؟ طيب وكمان العين بتلف، شايفين الميديال انجل اوف الاي؟ بصوا بتلف على تحت، يبقى انتورجن. انتورجن مين اللي بيعمله؟ حاجه من الاثنين اس صح، اللي هم السوبيريور ريكتس والسوبير اوبليك. طب السوبير ريكتس بتعمل على فوق،
يبقى دي اكيد السوبير اوبليك، بتحرك العين على تحت وبصوا لفت العين كمان جابتها ان تورجن. شايفين الميديال انجل اوف الاي وهي بتلف على تحت. انا عايزاكم تعملوا الاختبار ده، تجيبوا كده كوره صغيره ولا تكن بالفلين عشان ما تخسروش السفنديه، عشان انا اكلت السفنديه، وتجيبوا يعني اللي هو بتاع الشيش طاووق ده الخشبه او اي حاجه او فله حتى او بتاعه الاسنان الخله دي، وتعملوا الانتورجن والاكستورجن والادكشن والابدكشن والاليفيشن والديبريشن زي ما اتفقنا. وما تنسوش ان الحركه اللي تحت دي اللي انا بشاور عليها دي اللي بتعملها السوبير اوبليك، تنزل العين على تحت في الوقت نفسه بتلف العين تعمل ان تورجن. زي ما خدنا ان في مجموعه من العضلات الخارجيه اللي بتلف الايبول اسمها اكسترا اوكلر ماسلز، ففي مجموعه من العضلات الداخليه بنسميها انترا اوكلر ماسلز، ودي عباره عن سموث ماسلز، يعني السبلاي بتاعها اوتونوميك، يا اما سمباثيك يا اما بارا سمباثيك. الشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي للاي بول طالع منها الاوبتيك نيرف، اول طبقه من بره بتبقى فايبرس، الخمس الاولاني يا ولاد بيبقى الكورنيا وده بيبقى شفاف جدا، وبعد كده الباقي الاي بول ملفوفه بوايت دنس فايبرس تيشو اسمه السكليرا اللي هي البيضه. لو قشرنا بقى الكورنيا والسكليرا هندخل في الطبقه الثانيه المغلفه للعين، ودي طبقه بتبقى فيري فاسكولار، ودي عباره عن ثلاث حاجات، الايريس اللي هي بتدي لون العين يا ولاد وبتبان من تحت الكورنيا الشفافه، والايريس دي بيبقى فيها دايره في النص لدخول الضوء اللي هي البيوبل، وبعد الايريس في سيلياري بودي، وبعد السيلياري بودي في الكرويد. تعالوا نشوف كده، احنا هنقشر الكورنيا الخفيفه اللي من بره والسكليرا عشان نبين الطبقه الثانيه. دي الايريس اللي بقول لكم عليها وفيها فتحه اسمها البيوبل، ووراها قاعده العدسه بتاعه العين اللي هي اللينس. بعد الايريس في الابيض ده اللي هو سيلياري بودي، وبعد كده بتيجي الكرويد اللي هو الفاسكولار ده اللي من بره. الاخضر ده هو السيلياري بودي ودي الكرويد. السيلياري بودي ده ربنا خلق له سموث ماسلز اسمها سيلياري ماسلز. خدوا بالكم اللينس اللي هي اللبني اللي جوه دي اللي باينه من الفتحه دي، الفتحه دي اسمها البيوبل. عايزين نشوف السيلياري ماسلز بقى اللي في الجزء الاخضر ده، فهنشق العين كده ساجيتال بالنص ونتفرج عليها بالجنب. شايفين هي دي العدسه اللبني، الاخضر ده هو السيلياري بودي هنا والسيلياري بودي هنا، باين كده في الساجيتال سيكشن انما هو مدور. شايفين في فايبرز كده نازله منه تمسك في العدسه، ولانها بتعلق العدسه اسمها سسبنسوري ليجمنت. طيب لما تنقبض السيلياري ماسلز اللي موجوده في السيلياري بودي ده، المفروض هتشد بقى ايه؟ هتشد في الاتجاه اللي هو على تحت كده، تمام؟ على تحت وهنا كده خلاص، فهترخي الحبال اللي متعلقه دي السسبنسوري ليجمنت دي، وبالتالي العدسه دي هتقلوز وتتخن، ولما يحصل لها كده طبعا هتنفعنا في النير فيجن. شايفين الفايبرز دي؟ لو شفنا المنظر من قدام يمكن تفهموه وتتخيلوه اكتر. يبقى في الجزء الاخضر ده هو اهو، شايفين المنظر من قدام، الجزء الاحمر ده يا ولاد هو السيلياري بادي، والحبال دي شوفوا بقى السيلياري ماسلز لما طخنت وحصل لها كونتراكشن، السيلياري فايبرز او السسبنسوري ليجمنت دي كشت ازاي والعدسه بقلظت كده وتخنت. شوفوا بقى لما حصل لها ريلاكسيشن هتطول الفايبرز، عيدوا تاني الفيديو شوف طولت ازاي والعدسه حصل لها فلاتنينج ورجعت تاني. يبقى لما يحصل كونتراكشن هتتخن السيلياري ماسلز، وبالتالي الفايبرز دي تنكمش وتدلدل والعدسه هتتخن عشان استخدمها في النير فيجن، تمام؟ نيجي بعد كده بقى للايريس. الايريس يا ولاد دي بقى عباره عن فيها فايبرز مدوره وفايبرز ريديال، يبقى الايريس دي فيها فايبرز بالطول كده ريديال وفيها فايبرز مدوره سيركولر. لما تنقبض اكيد الفايبرز السيركولر بقى
تخيلتوا المنظر، هتضيق لي من حدقة العين. الفايبرز السيركولر دي اسمها كونستريكتور بيوبيلي، والفايبرز اللي ماشية بالطول دي اسمها دايليتور بيوبيلي. تخيلوا الفايبرز اللي بالطول دي لما تشد على برة توسع عضلة العين، وبالتالي يا ولاد الدايليتور بيوبيلي سبلايد بسيمباثيك فايبرز، والكونستريكتور بيوبيلي سبلايد ببارا سيمباثيك فايبرز. تمام، يبقى الايرس هي المسؤولة عن لون العين، وفيها دايرة في النص اسمها البيوبل، وبتحتوي على نوعين من الفايبرز السيركولار والريديال. خلاص عرفنا ان من ضمن الكونتنت اوف البوني اوربت الايبول، والايبول دي مدفونة في فات اوربت الفات. بس هات بتلمس الفات ده ولا مفصولة عنه؟ مفصولة عنه بفاشية رباني اسمها اوربت الفاشية، او بيسموها تنون كابسول او فاشية بالباي. الفاشية دي بقى جاية فين بالظبط؟ عندها جاية بالظبط من عند الاوبتيك نيرف اللي هو كده، انا همشي عليها وتغلف الاي كده كده لحد الوصله اللي ما بين الكورنيا الشفافه والسكليره، كورنيو سكليرال جانكشن، ودي اللي فاصله الاي عن الفات اللي حواليها. يبقى اللي اسمها تينونز كبسول او اوربيت الفاشيه، ودي من عند الاوبتيك نيرف لحد اللينبس او الكورنيو سكليرال جانكشن. تمام، طيب هشاور دلوقتي على ال تينونز كبسول اهو، بيغلف العين اهو من عند الاوبتيك نيرف هنا وهنا، وبعدين هيدي شيس بقى للعضلة دي يغلفها، وشيس للعضلة دي يغلفها كمان، وهنا كمان يديها شيس ودي يديها شيس. دي الايبول وانا بص عليها من فوق، كسرة الروف اوف الاوربت وبص عليها من فوق. يبقى هو بيدي شيس للميديال ريكتس لو كده ميديال، واللاترال ريكتس، وبعدين من الشيس ده بيطلع ليجامنت كده ميديالي وليجامنت كده لاترالي. الليجامنت ده اسمهم ميديال اند لاترال تشيك ليجامنت، ودول اكستنشن من الفاشية دي او من التينونز كبسول ده، بيمسك في العظمة دي ميديال وبيمسك في العظمة دي لاترال. ما هو يا ولاد لما العين تيجي الميديال ريكتس دي تشغلها وتلف جامد، ممكن تروتيت جامد قوي على جوه، فالليجامنت ده يحجمها شوية، ولما اللاترال ريكتس دي تشد العين على بره ممكن الليجامنت ده يحجمها شوية، عشان كده بنسميهم تشيك ليجامنت. يبقى انا دلوقتي عندي هنا كده تشيك ليجامنت موجود ميديالي بيربط الميديال ريكتس بالعظم هنا ميديالي، وعندي تشيك ليجامنت موجود هنا لاترالي بيربط اللاترال ريكتس بالعظم الموجود لاترالي اللي هو الزيجومة. في بقى ما بين التشيك ليجامنت الميديال واللاترال في ليجامنت من تحت كده اهو هيشيل الاي، وده فايبرس تيشو هيشيل الاي من تحت، عشان كده بنسميه سسبنسوري ليجامنت اوف الاي. والاي بول هتبقى كده فوقيه من هنا اهي، فيبقى الليجامنت ده لافف على الاي من تحت، عشان كده بنسميه سسبنسوري ليجامنت اوف ذا اي، وده ما بين الميديال واللاترال تشيك ليجامنت. كنا خدنا قبل كده في الفيس ان كل جفن عنده سجادة دنس اسمها ترسل، زي اللي هي الصفرة في الجفن العلوي دي واللي تحت هنا. طيب بقيت البوني اوربت بقى مش هسيب الحتة دي فاضية، حملاها بدنس فايبرس تيشو اسمها اوربيتال سيبتا. لو تلاحظوا ان في عضلة هنا جاية من جوه العين خرمة الاوربيتال سيبتم ده عشان تمسك في السجادة البيضة دي، العضلة دي اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريوروس، والسيبتم ده اللي هو داير ما يدور هو دوت يا ولاد اللي هو اللي بنسميه الاوربيتال سيبتم، اللي بيوصل السجادة دي اللي هي الترسس بالبوني مارجن اللي هو الحرف ده. تمام، يبقى انا عندي في اوربيتال سيبتم اللي هو ده كده بيوصل العظم المارجن ده كده بالسجادة البيضاء اللي موجودة زي ما شرحنا في الفيس قبل كده. طب في حاجات بتخرم السبتم ده، طبعا جاي عضلة من جوه تروح خرمة السبتم ده عشان تمسك في الترسس، زي ما خدنا قبل كده السوبرا اوربيتال سوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال نيرف اند فيسلز اللي بيطلعوا على فوق بيخرموا اكيد السبتم عشان يطلعوا لفوق للجبهة والسكالب. في حاجات تانية كمان بس هي مش عليكم بتخرم الاوربيتال سيبتم، منها جزء بتاع اللاكريمال جيلاند. طيب
بعد ما خدنا الماسلز وقلنا ان الكونتنت بتاعت الاوربت الاي بول والماسلز الداخليه والخارجيه والفات اللي هي مدفونه فيها، نيجي بقى للفيسلز. الفيسلز دي طبعا من الاسم هيبقى اوفسالميك ارتري، واكيد الارتري ده معاه فينز اسمها اوفسالميك فينز. طب جاي منين بقى الاوفسالميك ارتري؟ الاوفسالميك ارتري جاي من الانترنال كاروتيد ارتري. اهو انتوا عارفين الانترنال كاروتيد ارتري كان جوه الكافيرنس ساينس، هيديني اوفسالميك ارتري يدخل مع في الاوبتيك كانال مع الاوبتيك نيرف اهو. وبعدين خدوا بالكم بقى انه المفروض هيمشي تحت الاوبتيك نيرف، هنقطه بالاسود اهو اهو، تحته 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 لحد ما جه هنا ظهر لاترال، وبعدين هيكروس على الاوبتيك نيرف فروم لاترال ويجي ميديال. كل ده الاوفسالميك ارتري. يبقى الكورس بتاعه سهل قوي، انه طالع من الانترنال كاروتيد ارتري وبعدين هيخش مع الاوبتيك نيرف في نفس ذات الفتحه اللي هي الاوبتيك كانال، يمشي تحت الاوبتيك نيرف وبعدين يجي لاترال، وبعدين يكروس على الاوبتيك نيرف فروم لاترال تو ميديال ويجي هنا ميديال. طيب يعني المنظر ده عبارة عن ده منظر الأوربت في الأنتيرو كرينيا الفصة، وأنا شايلة الروف اللي هو الأوربيتال بليت أوف فرانتال بون، ومتفرجة على العين والأوبتيك نيرف. البرانشات اللي بيديها، البرانشات اللي بيديها ابنه الكبير لاكريمال أو رايح لاترال لحد اللاكريمال جلاند، وبيدي برانش في النص اسمه سوبرا أوربيتال، وهو ذات نفسه ميديال. طب فاكرين مش كان في خرم هنا لاترال كده للاوبتيك كانال اسمه سوبير اوربيتال فيشر، وكان السوبير اوربيتال فيشر ده بيعدي منه الاوفسالميك نيرف، الثلاث فروعات بتوع الاوفسالميك نيرف، اللاكريمال بيمشي مع اللاكريمال ارتري اهو، والفرونتال بيمشي مع السوبرا اوربيتال اهو، والنيزو سيلياري بيمشي مع الاوفسالميك ذات نفسه ميديالي اهو. انا بس بفكركم بفروع الاوفسالميك نيرف الثلاثه، مفيش اوفسالميك نيرف جوه العين، انما في اوفسالميك ارتري وفروعه الثلاثه. اللاكريمال بيمشي مع اللاكريمال تمام، الفرونتال بيمشي مع السوبرا اوربيتال بتاع الاوفسالميك ارتري، والنيزوسيلياري نيرف بيمشي مع الاوفسالميك ارتري ذات نفسه ميديالي. عايزين بقى نشوف البرانشات بتاعه الاوفسالميك. هرسم الاوربت وانا متفرجه عليه من فوق، ادي هنا كده الميديال وول. الميديال وول عاملاه الاسمويد، دي عظمه الاسمويد المفروض، والاسمويد مليانه فراغات هوائيه اسمها اسمويدال اير ساينس. من قدام هنا في الجفن مقفول اهو، في جلاند هنا كده اسمها لاكريمال جلاند، في اوبتيك كانال هنا المفروض بتعدي الاوبتيك نيرف، هنا في الاي بول اهي، وادي الاوبتيك نيرف وهو معدي من الاوبتيك كانال. فين بقى الاوفسالميك ارتري؟ هرسمه، هرسمه هو جاي اهو بالاسود، وهو جاي من نفس ذات الفتحه، يعدي تحت الاوبتيك نيرف وبعدين يظهر هنا كده لاترال وبعدين يكروس عليه ويجي كده هو ذات نفسه ميديال. فين فروعاته؟ اول ابن الكبير ليه اللاكريمال بيروح لللاكريمال جلان، بيدي واحد في النص اسمه سوبرا اوربيتال، هو ذات نفسه بينتهي لحد ما يروح ميديالي عند التروكليا ويتقسم الى سوبرا تروكليار، واحد اسمه دورسال نيزا للنوز اللي هي هنا عشان تغذي الروت اوف النوز، يبقى رقم واحد سوبرا تروكليار ورقم اتنين دورسال نيزل عشان يغذي النوز، ودول تو تيرمينال برانشز. عايزين بقى نشوف البرانشات بتاعه الاوفسالميك ارتري. اول واحد يطلعه ويرجع كده لورا اسمه مينينجيال، وده رايح للمينينجيز.
تاني واحد يطلعه اسمه سنترال ريتينال ارتري، وده يمشي جوه السبستانس اوف الاوبتيك نيرف ويدخل للاي بول، وده اند ارتري يا اولاد. لو اتسد مشكله جدا، خلاص يجيب بلايندنس. يبقى سنترال ريتينال ارتري ده اند ارتري، مش بيعمل انستموزز رقم 2، وبيطلع من الاوفسالميك ارتري. رقم 3، طول ما هو ماشي هيديني ماسكولار برانشز للماسلز، تمام؟ ده رقم 3. رقم 4، خدوا بالكم هنا في انتيرو اسمويدال كانال وهنا في بوستيرو اسمويدال كانال. بيدخل هنا ارتري في الانتيرو اسمويدال كانال وهنا في البوستيرو اسمويدال كانال عشان يدخلوا للانتيرو كرينيال فوسة، ومن الانتيرو كرينيال فوسة زي ما خدنا بالظبط مع الانتيرو والبوستيرو اسمويدال نيرفس، يروحوا طالعين تاني على الانتيرو كرينيال فوسة زي ما انا قلت لكم، ومن الكريبري فورم بليت اوف الاسمويد ينزلوا تاني للنوز عشان يغذوا الميكوزا اوف النوز. طيب، وبعد كده لما يقرب من الجفون يديني ميديال بالبيبرا الاثنين، واحد سوبيريور وواحد انفيريور للجفن العلوي والجفن السفلي ميديالي. يبقى رقم 1 اللي هو المينينجيال، رقم 2 هيديني اللي هو السنترال ريتينال اللي بيخترق النيرف وبيمشي جواه في السبستانس بتاعته. فاكرين لما خدتوا السياتيك نيرف مش كان ماشي جواه برانش من الانفيريور جلوتيال ارتري؟ فاكرين الميديان نيرف في الابر ليمب مش كان ماشي جواه حاجه اسمها ميديان ارتري؟ النيرفز دي بنسميها بليدنج نيرفز، يعني لو قطعناها بالسكينه تخر دم عشان جواها ارتري مدفون جواها. رقم 3 ماسكولار برانشز طول ما هو ماشي. رقم 4 و5 دول يا ولاد اللي هم الانتيرو والبوستيريور اسمويدال، تمام. رقم 6 و7 التو تيرمينال برانشز بتوعه اللي هو السوبرا تروكليار والدورسال نيزل، تمام. طيب اللاكريمال ده بقى ابنه الكبير، بيدي برانشات زي البرانشات بتاعته بالظبط. بس قبل البرانشات بتاعت اللاكريمال في برانشين كمان نسيت اقولهم لكم، ان هو بيطلع منه برانشات بتخرم السكليرة هنا كده واسمها شورت سيلياري، تمام. وبيطلع برانش بيروح يخرم السكليرة على قدام واسمه لونج سيلياري، بس دول طالعين بوستيريور فهسميهم بوستيريور شورت سيلياري وفي بوستيريور لونج سيلياري. اللي عليه كروس ده اسمه لونج سيلياري عشان رايح مسافة أبعد، والشورت سيلياري اللي عليه علامة صح ده شورت بوستيريور سيلياري، تمام. ودول بيخرموا السكليرة. تعالوا بقى شوفوا اللاكريمال ده بيقلد أبوه في حاجات كتيرة جدا. يعني نمرة 1 بيدي ريكارنت مينينجيال بيرجع يخش من السوبيريور اوربيتال فيشر اللي هنا عشان يغذي المينينجيز، تمام. رقم 2 بيدي ماسكولار زي ابوه، طول ما هو ماشي يدي ماسكولار، حلو قوي. ابوه كان يدي عند الجفون الميديال بالبيبرال، هو كمان يدي بقى لاترال بالبيبرال هنا على الجفون وعددهم 2. يعني هو لما يوصل للحتة اللي من قدام دي بعد هنا مغزة الجلاند يوصل لقدام يدي 2 لاترال بالبيبرال، واحد سوبير وواحد انفيرير. برقم 1 مينينجيال، رقم 2 ماسكولار. ابوه كان مدي ميديال بالبيبرال، هو كمان اللي يدي لاترال بالبيبرال. ابوه كان مدي فيسلز بتدخل في الفورامينا اللي هو الانتيريور اسمويدال والبوستيريور اسمويدال، هو هيدي زيجوماتيك برانش يتقسم الى زيجوماتيك اوفيشيال وزيجوماتيك تيمبورال يخش من فورامينا موجوده برضو في الزيجوماتيك بون. فاكرين الزيجوماتيك اوفيشيال والزيجوماتيك تيمبورال نيرفس اللي طالعين من الزيجوماتيك نيرف اللي طالع من المجزيلاري؟ مصاحب ليهم زيجوماتيك اوفيشيال وزيجوماتيك تيمبورال ارتري طالعين من اللاكريمال. كمان زي ما في لونج سيلياري هو كمان بيطلع لونج سيلياري برضو، بس مش هنسميه لونج سيلياري بقى، هنسميه انتيريور سيلياري عشان بيطلع من قدام. يبقى احنا عندنا في شورت سيلياري وفي لونج سيلياري، ودول طالعين من الاوفسالميك ذات نفسه وطالعين بوستيريور على فكره، وفي انتيريور سيلياري وده طالع من اللاكريمال.
يعني اللاكريمال ارتري ده بيقلد ابوه في كل حاجه، ادى مننجيل وادى ماسكولار زيه، والاوفثالميك كان ادى حاجات تدخل في فورامينا، هو كمان ادى الزيجوماتيك اللي بتدخل في الفورامينا، زيجوماتيكو تيمبورال وزيجوماتيكو فيشيال. الاوفثالميك كان بيدي شورت ولونج سيلياري، بس بوستيريور، هو بيدي انتيريور سيلياري. الاوفثالميك كان بيدي ميديال بالبيبرال، هو كمان بيدي لاترال بالبيبرال. هو متميز بس عن ابوه انه بيغذي الجلاند نفسها، اللاكريمال جلاند. تمام، يبقى القاعده هنا بتقول لك ارسم الاوفثالميك ارتري اهو، طلع منه لاكريمال في النص في سوبرا اوربيتال، هو ذات نفسه هيكمل ميديال ويتقسم لسوبرا تروكليار ودورسال نيزل. وبعد كده نبتدي نشرح البرانشات. طيب تعالوا نختبر كده نفسنا سوا، مين الارتري الكبير ده؟ الانترنال كاروتيد بعيد عن الكافيرنا الساينس، ابتدى يدي اوفثالميك، شايفين الشادو بتاعه هو تحت اهو، بعدين يبتدي يظهر لاترال اهو، وبعدين جه ابتدى يجي هنا ميديال. مين البرانش الكبير بتاعه ده؟ لاكريمال. مين البرانش اللي في النص ده؟ سوبرا اوربيتال. طيب مين البرانشز اللي خارمه السكريره من ورا؟ يبقى اكيد دي الشورت سيلياري. طب بوستيريور ولا انتيريور؟ اكيد بوستيريور. تعالوا نشوف اللاكريمال ذات نفسه، ادى مينينجيال، دخل ريكارنت مينينجيال، دخل في السوبيريور اوربيتال فيشر، هو هنا عامل انستموزز مع الاوربيتال برانش بتاع الميدل مينينجيال، مش مهم دي حته زياده بس هي عليكم في الكتاب موجود، ان الريكارنت مينينجيال بيعدي في السوبير اوربيتال فيشر، وان الاوربيتال مينينجيال بتاع الميدل مينينجيال ارتري بيعدي برضو في السوبير اوربيتال فيشر. المهم انهم بيعملوا انستموزز مع بعض. طيب اهو اداني كمان زيجوماتيك اللي بيتقسم الى زيجوماتيكو فيشيال وزيجوماتيكو تيمبورال، كمان اداني انتيريور سيلياري من قدام، كمان اداني اتنين لاترال بالبيبرال. طيب نيجي بقى للاوفثالميك ارتري اللي ماشى ميديال، اداني انتيريور اسمويدال وبوستيريور اسمويدال، هو ذات نفسه انتهى باتنين سوبرا تروكليار اندورسال نيزل، شايفين التروكليا اهو، ولانه عدى فوق البكره دي سميناه سوبرا تروكليار ارتري. نيجي بقى للاوفثالميك فينز، لو ده الاوربت اهو بالجنب، منظر جانبي، هنا انفيرور اوربيتال فيشر، وهنا في سوبيريور اوربيتال فيشر. السوبيريور اوربيتال فيشر بيؤدي على طول الى الانتيرور باوندري اوف الكافيرنا الساينس زي ما انتم عارفين. طيب وعندنا هنا دي اللاترال تريجويد اهي، عليها بليكسز اسمها تريجويد فينوس بليكسز. طيب ماشي، عندنا اتنين فينز في الاوربت، واحد سوبيريور واحد انفيريور، الاتنين بيعدوا من السوبيريور اوربيتال فيشر وساعات بيتحدوا مع بعض ويصبوا في الكافيرنا الساينس. في كوميونيكيتنج فين بيوصل الانفيريور عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر بالتريجويد بليكسز، وماشي بقى في الفيس الفيشيال فين لو تفتكروا، وكان بيتصل بالسوبيريور والانفيريور اوفثالميك فينز، الكلام ده خدناه قبل كده في الفيس وخدناه في الكافيرنس ساينس. طيب ده يا ولاد السوبيريور اوفثالميك فين اهو، الانفيريور اوفثالميك فين بيصبوا بيعدوا من السوبير اوربيتال فيشر ويصبوا في الكافيرنا الساينس، مش بس هما اللي بيصبوا في الكافيرنا الساينس، في شادو اوف فين اهو ماشي مع سنترال ريتينال ارتري اسمه سنترال ريتينال فين، جايب الدم وبيصبوا في الكافيرنس ساينس هو كمان. طيب الانفير اوف سالمك فين عن طريق كوميونيكيتنج فين يصب كمان في التريجويد بليكسس اوف فينز، فتعتبر في كوميونيكيشن معاها. طب ده بنقول عليه اميشري فين؟ لا، لانه مش بيدخل الكرينيال كافيتي، بنقول عليه كوميونيكيتنج فينز. كمان السوبير والانفير اوف سالمك فين بيتصلوا مع الفيشيال فين من قدام، وبالتالي ممكن ينقلوا الانفكشن من الفيس للكافيرنس ساينس، الكلام ده خدناه في الفيس وفي الكافيرنس ساينس ونعيده تاني في الاوربت. طيب يبقى من ضمن الكونتنت اللي احنا خدناها في الاوربت الايبول، العين نفسها، الفات اللي هي مدفونه فيه، الاكسترا اوكولار ماسلز، وفي انترا اوكولار ماسلز هنتكلم عليهم كمان شويه. تمام. طيب في حاجات بقى احنا قلنا الفورة من السوبير اوربيتال فيشر هتعدي منه حاجات. طيب لو قلنا ان ده الاوبتيك كانال، تمام،
وادي الـ superior orbital fissure اللي احنا قلنا عليه، وقلنا ان في رينج بتجمعهم هما الاثنين، الميديال بارت اوف السوبيريور اوربيتال فيشر والاوبتيك كانال. في حاجات بقى هتعدي جوه الكومون تندينيوس رينج من السوبيريور اوربيتال فيشر، وفي حاجات بره الكومون تندينيوس رينج. اللي بره الكومون تندينيوس رينج بنسميهم ليفت، ليفت يعني غادر، ال اف تي لاكريمال فرانتر تروكليار. الحاجات بقى اللي هنا اربع حاجات، واحد اسمه سوبيريور ديفيجن اوف اوكلوموتور، واحد اسمه انفيريور ديفيجن اوف اوكلوموتور، واللي ما بينهم هيبقى النيزوسيلياري، واللي تحت خالص اللي هو ابديوسد. كانوا زمان بيعلموها لنا واحنا قدكم كده، يقول لك ليت فهيمة تو سي نعيمة إن أمريكا. طبعا ما فيش حاجة اسمها ليت تو، دي غلط، بس هما كانوا بيعلموها لنا كده. ال لاكريمال فهيمة فرونتال، تو تروكليار، سي superior division of oculomotor، نعيمة nasociliary، ان inferior division of oculomotor، امريكا abducent. بالترتيب كده. في حاجات بيعدوا من جوه من السوبير اوربيتال فيشر جوه الرينج، وفي حاجات بتعدي من بره الرينج. تمام، اللي بيعدي من بره الرينج اعرف ان ليفت، ليفت غادر، ليفت بره الرينج يعني اللاكريمال فرونتال تروكليار. من الموتور بقى نيرفس اللي ماشية جوه الأوربت رقم 3 اللي هو الأوكلوموتور، وتروكليار 4، ورقم 6 الأبديوسنت. طيب كل نيرف من دول عايزين نعرف ازاي خرج من البرينستيم، دخل الكافيرنس ساينس في اي حتة في الكافيرنس ساينس، هل هو في الفلور ولا اللاترال وول، ساب الكافيرنس ساينس ودخل الأوربت عن طريق مين بالظبط، وجوه الاوربت غزة مين وعمل ايه. فالمحطات دي لازم نستكملها. نيجي بقى برقم واحد اللي هو الاوكلوموتور، ده طالع من الميد برين. الميد برين يا ولاد في الكروس سيكشن بيبقى ليه كده دراعين اسمهم سريبرال بيدونكل، وتحت الميد برين بنلاقي البونز، وبعدين المضلة اوبلونجيتا. على البونز في ماشي ارتري اسمه بازلر ارتري اللي بينتهي باتنين برانشز على كل ناحيه، بوستيريور سريبرال ارتري وسوبيريور سريبيلر ارتري. ده اسمه بوستيريور سريبرال وده اسمه سوبيريور سريبيلر. تمام. طيب النيوكلياي بقى بتاعت الاوكلوموتور بتبقى موجوده في الميد برين، موتور نيوكليوس، هتطلع اكزونز. الاكزونز دي هتطلع وتعدي ما بين التو ارترز دول وتروح على قدام. في نيوكليوس تانية بارا سمباثيك اسمها ادينجر فيستيفال نيوكليوس، هي اولها دبليو فيستيفال، بس بتتنطق في لان اللي اكتشفها الماني فيستيفال. بتبعت اكزونز برضو بتمشي، دي بارا سمباثيك نيوكليوس مع الاكزونز الخضراء دي. يبقى الاوكلوموتور نيرف عبارة عن موتور فايبرز خضراء وفايبرز سودا اللي هي بارا سمباثيك. طب خرجوا من البرين ستيم هيروحوا فين؟ لو ده النورما بيزاليس انترنا، ادي هنا السمويد بون المنقط، هنا السفينويد، هنا الليسر وينج اوف السفينويد، هنا الجريتر وينج، ده البترس بارت اوف التيمبرال بون اهو. عندي الكافيرنس ساينس موجود في الحتة دي هنا كده، ادي الكافيرنس ساينس هنا وهنا. هنا كده في الفورامين ماجنم اللي فيه البرين ستيم المضلة اوبلونجاتا بتنزل منه. النيرف بتاعنا بقى هيجي يخرج من هنا كده ويعدي يدخل في الكافيرنس ساينس. تمام.
محشي بفايبرز موتور وفايبرز بارا سيمباساتيك، يسيب الكافيرنا الساينس قدام الكافيرنا الساينس في السوبيريور اوربيتال فيشر في الحتة دي. اول ما يسيب الكافيرنا الساينس يتقسم لاثنين، سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. السوبيريور ديفيجن والانفيريور ديفيجن يدخلوا من السوبيريور اوربيتال فيشر. طب انهي حتة في السوبيريور اوربيتال فيشر؟ احنا قلنا ان في اوبتيك كانال، وفي عندنا السوبيريور اوربيتال فيشر اهو، وفي عندي كومون تندينيوس رينج محوطه الميديال بارت اوف سوبيريور اوربيتال فيشر والاوبتيك كانال. هو يدخل داخل، يخرج داخل الرينج ولا خارج الرينج؟ يخرج من هنا، ادي سوبيريور ديفيجن وادي انفيريور ديفيجن، يخرج من الكرينيال كافيتي ويروح على الاوربت بتو ديفيجن. طب جوه الاوربت يا ترى هيغذي ايه؟ تعالوا نشوف. عايزاكم بس تحفظوا اتنين فورمولا مهمين جدا، اللي هو ال LR6 والاس او 4 اللي هو رمز حمض الكبريتيك باين. الاس او اللي هو السوبير اوبليك بتتغذى بالعصب الرابع اللي هو التروكلير. ال LR اللي هي اللاترال ريكتس بتتغذى بالابديوسنت نيرف اللي هو العصب السادس. عندنا في العين 7 عضلات، خدنا منهم كده عضلتين، يبقى اتبقى 5 سبلايد بالاوكلوموتور نيرف. بس احنا عارفين ان في نوعين من الفايبرز ماشيه في الاوكلوموتور نيرف، الفايبرز الصفراء دي هي الموتور، والفايبرز الخضراء دي هي البارا سمباثيك. الاوكلوموتور نيرف هيبتدي يسيب الكافيرنا الساينس ويتقسم الى 2 سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. السوبيريور ديفيجن يتغذي الاثنين اللي فيهم حرف الاس، سوبيريور ريكتس والليفيتور بالبيبري سوبيريورس. الانفيريور ديفيجن بقى هيغذي الثلاثه الباقيين، انفيريور اوبليك ميديال ريكتس الانفيريور ريكتس. طيب البارا سمباثيك بقى الفايبرز الخضراء اللي انا هدوس عليها بالاسود دي هتمشي في الاوكلوموتور، وبعدين تسيبه وتمشي في الانفيريور ديفيجن، وبعدين لما الانفيريور ديفيجن يتقسم الى نيرفتو انفيريور اوبليك ونيرفتو ميديال ريكتس ونيرفتو انفيريور ريكتس، هي تمشي في النيرفتو انفيريور ريكتس، عشان هنا مرسومة غلط كأنها طالعة من النيرفتو انفيريور ريكتس اللي هي الخضرة دي، لا هي هتمشي في النيرفتو انفيريور اوبليك، وبعدين تسيب الانفيريور اوبليك وتمشي وتروح داخلة عاملة ريلي في السيلياري جانجليون. البوست جانجليونيك فايبرز بقى اللي هتطلع دي هتخرم الاي بول عشان تغذي عضلتين، سيلياري ماسلز وكونستريكتور بيوبيلي. الكونستريكتور بيوبيلي بتضيق من حدقة العين، السيلياري ماسلز بتغير من شكل العدسة علشان نعرف نقرأ من الحاجات القريبة مننا، accommodation for near vision. فبالتالي لو اتقطع الأوكلوموتور نيرف ده اللي هيحصل؟ الليفيتور بالبيبرال سوبريورس هتبوظ، فبالتالي يحصل توزز أو دروبينج للأيليد. الميديال ريكتس تبوظ، فبالتالي اللاترال ريكتس اللي هي سبلايد بالابديوسنت تنشط جدا وتحدف لي العين على بره وتعمل لي لاترال سكوينت. الكونستريكتور بيوبيلي اللي بتضيق حدقه العين هتبوظ، فبالتالي الدايليتور بيوبيلي اللي سبلايد اصلا بالسمباثيك فايبرز هتنشط وتعمل لي دايليتيشن اوف ذا بيوبيل. كمان السيلياري ماسلز اللي بتخليني اعرف اقرا في المسافات القريبة هتبوظ ويحصل loss of accommodation. تاني نيرف موتور ممكن ألاقيه في الأوربت هو التروكليار نيرف اللي هو رقم 4، وده بيتميز الحقيقة عن باقي الكرينيال نيرفس بثلاث حاجات. أولا إنه صغير جدا، slender and small. تاني حاجة إنه بيظهر عند الباك of brain stem، كله بيطلع من قدام من البرين ستيم من قدام، ما عدا هو يظهر من ورا. تالت حاجة بقى بيحصل له ديكاسيشن. ايه الكلام العجيب اللي انا بقوله ده؟ طيب ده قطاع في الميد برين بيوريني النيوكليوس الموتور اهي بتاعة التروكليار نيرف، مطلعة فايبرز رفيعة سلندر، تظهر الفايبرز ورا كده بوستيريور وكده انتيريور، وتعبر للطرف التاني للناحية التانية. يعني مثلا دي الليفت تروح معدية ناحية الرايت، ودي الرايت تطلع فايبرز تعمل ديكاستيشن هنا وتروح معدية ناحية الليفت، وتيجي كده على قدام، خلاص سابت البرين ستيم وراحت على قدام،
قدام عندي بقى في مين؟ في الكافيرنس ساينس. ادي عندنا اهو النورما بيزاليس انترنا، فيها البودي اوف سفينويد، ادي الليسر وينج، ليسر وينج، ادي البتراس بارت تاني اهو، ده الفورامين ماجنم اللي بينزل المضلة اوبلونجاتا. هنا عندنا كده الكافيرنس ساينس موجود من السوبيريور اوربيتال فيشر لحد الايبكس اوف بيتراس بارت اوف تيمبورال بون. هبتدي النيرف بتاعنا يخرج من البرينستيم يدخل في الكافيرنس ساينس، ماشي في اللاترال وول اوف كافيرنس ساينس او توم، او ده اللي هو الاوكلوموتور، تحته على طول التروكليير، وبعدين يسيب الكافيرنس ساينس بانه يدخل في السوبيريور اوربيتال فيشر ودخل الاوربيت. طب دخل جوه التندينيس رينج ولا بره التندينيس رينج؟ بره التندينيس رينج. ليفت، دول الحاجات اللي بره، لاكريمال فرونتال تروكليير، تمام. وبعد ما دخل الاوربت هيغذي لي العضله اللي هي الاس او 4 السوبيريور اوبليك. طيب نفتكر الاكشن بتاعت السوبيريور اوبليك بتعمل ايه؟ اولا بتحرك العين لتحت داون وورد، وكمان بتعمل ابدكشن، وكمان بتعمل انتورجن. نيجي بقى للابديوسنت نيرف، ده نيرف صغير قوي بيظهر ما بين البونز والمضله اوبلونجيت، يعني لو ده الميد برين ده البونز وادي المضله اوبلونجيتا، تمام. النيرف بتاعنا بيظهر هنا كده ما بين اللور بارت اوف البونز والابر بارت اوف المضله اوبلونجاتا من قدام. طيب وبعدين هيدخل خلاص حفظنا على الكافيرنس ساينس. انهي حته في الكافيرنس ساينس بقى؟ في الفلور اوف الكافيرنس ساينس مع الانترنال كاروتيد ارتري. ادي الكافيرنس ساينس هيمشي في الكافيرنس ساينس في الفلور نفسه مع الانترنال كاروتيد ارتري، وبعدين يسيب الكافيرنس ساينس خلال السوبيريور اوربيتال فيشر ويدخل الاوربت. من السوبيريور اوربيتال فيشر بقى انسايد ذا رينج ولا اوتسايد ذا رينج؟ اكيد انسايد ذا رينج، تمام. وبعد كده يدخل الاوربت عشان يغذي ال LR6 اللي هي اللاترال ريكتس، فبالتالي لو فقد النيرف ده العين هيحصل فيها ميديال سكوينت اللي هو الحول تدخل لجوه نتيجه طبعا الاوفر اكشن اوف الميديال ريكتس. طيب عشان نتعرف على النيرفات دي من الصوره سهله جدا، شايفين ده ابو كرش ده هو البونز، تحته على طول المضله اوبلونجيتا اللي بيظهر ما بين البونز والمضله اوبلونجيتا، قلت لكم الابديوسنت اهو، دخل السوبير اوربيتال فيشر، خدوا بالكم هنا غذى اللاترال ريكتس، دي اللاترال ريكتس ومقطوعه من هنا وانا باصه لاترالي. عرفت منين ان انا باصه لاترالي؟ وجود السيلياري جانجليون بتبقى موجوده اون ذا لاترال سايد اوف الاوبتيك نيرف اهي. شايفين النيرف ده اللي جاي من ورا من الميد برين من ورا؟ يبقى ده التروكلير ودخل اهو، خدوا بالكم امشوا معاه، بصوا انتهى في العضله دي اللي بتمر من في البقره دي، يبقى انتهى في الاس او اللي هي السوبيريور اوبليك، يبقى ده التروكلير. شايفين النيرف ده اللي طالع من الفرونت اوف الميد برين اهو، وبعدين اتقسم لسوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. الانفيرو ديفيجن مدي فرع بارا سمباثيك روت للجانجليون دي اللي هي اسمها سيلياري جانجليون، يبقى ده على طول الاوكلوموتور نيرف. طيب زي ما خدنا الموتور نيرفس اللي هي موجوده جوه الاوربت، هناخد السنسوري نيرفس اللي موجوده في الاوربت، واشهرها طبعا اهم سنسيشن ايه؟ اللي هي الفيجن. فهنتكلم على الاوبتيك نيرف اللي شايل الفيجن ومؤديه للسريبرال كورتكس. تاني نيرف برضو سنسوري الاوفسالميك نيرف بفروعه الثلاثة، وده اتكلمنا عليه قبل كده بالتفصيل في محاضرة الترايجيمينال نيرف. طيب لو قلنا ان دي عين اهي، دي الكورنيا ودي السكليرة، وادي العين التانية اهي الكورنيا وبعدين السكليرة. تحت السكليرة زي ما قلنا في طبقة الفاسكولار، وبعدين الطبقة الثالثة بقى خالص اللي هي الريتينا. الريتينا دي بتحتوي على جانجليونيك سيل لير، فيها سيلز
الاكزونز بتاعت السيلز دي هتخرم السكليره في منتصف الاي بول. هي الصراحه مش بالظبط في المنتصف، هو ميديال للسنتر اوف الاي بول، وتخرج الاكزونز عباره عن حبه اكزونز جايه من الميديال بارت هنسميه نيزال بارت، وحبه اكزونز جايه من اللاترال بارت هنسميه التيمبورال بارت. اهو هو مش واحد، هي مجموعه من الاكزونز. هنا برضو نفس القصه، هتيجي حبه فايبرز خارجه من النيزال بارت مع حبه فايبرز خارجه من التيمبورال بارت من العين دي. دي عباره عن اكزونز جايه من سيلز اسمها جانجليونيك سيلز موجوده في الريتنا، تبتدي تخرم السكليره وتطلع على بره. النيزال فايبرز بقى بتاعه الناحيه اليمين هتبتدي تعبر الناحيه الثانيه، والنيزال فايبرز بتاعه الناحيه الشمال تعبر الناحيه الثانيه، فهيحصل حاجه اسمها كايزما او ديكاسيشن، اللي هو ده اوبتيك كايزما. تمام. طيب النيزال فايبرز مع التيمبورال فايبرز الحزمه دي اسمها اوبتيك نيرف، ودي بتمشي في الاوربت وبعدين تخرج من خلال الاوبتيك كانال. هنا اوبتيك كانال وهنا اوبتيك كانال. اول ما تخرج من الاوبتيك كانال هيحصل بقى الديكاسيشن اللي بقول لكم عليه ده قدام السله ترسيكا اللي قاعده في البيتيوتري جلاند. تمام. يعني التيمبورال فايبرز هتمشي من غير كروسنج مع النيزال فايبرز بتاعت الناحيه الثانيه، والتيمبورال فايبرز هنا هتمشي من غير كروسنج مع النيزال فايبرز بتاعت الناحيه الثانيه. بعد الديكاسيشن الاوبتيك نيرف مش هيبقى اسمه نيرف بقى، هنا هيبقى اسمه تراكت. هيبقى اسمه ايه؟ تراكت. الاوبتيك تراكت ده هيبتدي يمشي لورا وبعدين يروح لحاجه اسمها ميتا سالاموس، ودي جزء من السالاموس. الميتا سالاموس ده بيتقسم لجزئين، ميديال جينيكوليت بودي ولاترال جينيكوليت بودي. هو يروح يعمل ريلي في اللاترال جينيكوليت بودي، لاترال جينيكوليت بودي، ومن اللاترال جينيكوليت بودي دي تطلع اكزونز جديده وتروح تعمل ريلي في السريبرال كورتكس عشان تنقل لها السنسيشن اوف فيجن في حته اسمها فيجوال كورتكس. فيجوال كورتكس اللي هي مركز الابصار اللي موجود في فص البرين. تمام. يبقى ابتدينا باوبتيك نيرف رقم واحد وده طوله 4 سنتيمتر، هيخرج الاوبتيك نيرف من الاوبتيك كانال، يحصل الديكاسيشن رقم 2 قدام البيتيوتري جلاند. بعد الديكاسيشن يبتدي يتكون التراكت رقم 3، وده عباره عن النيزال فايبرز اوف ذا اوبوزيت سايدز والتيمبورال فايبرز اوف ذا سيم سايدز. وبعدين هروح لرقم 4 اللاترال جينيكوليت بودي، وبعدين هروح لرقم 5 اللي هي السريبرال كورتكس. يعني انا لو عندي الميد برين ادي التو سريبرال بدانكلز بتوعه، تحتي ابو كرش ده هو البونز، وبعدين المضله بلونجيتا، فوقيه في سب سالاموس، وبعدين السالاموس اللي هو الازرق ده. السالاموس ده في اخر جزء في حبيتين عدس كده، واحده ميديال واحده لاترال، واحده ميديال واحده لاترال، اسمهم جينيكوليت بودي. وادي العين هنا والعين هنا، هتخرج منها نوعين من الفايبرز، نيزل ونيزل وتيمبورال وتيمبورال. اللي هيحصل ما بينهم الديكاسيشن هي النيزال فايبر دي تيجي كده ودي تيجي كده، وبالتالي الحزمه دي اسمها اوبتيك تراكت. هلونها بعد كده باللون الاسود اللي هي دي، هكملها بعد كده باللون الاسود. هتمشي بعد كده على جوانب البرين ستيم عشان تروح تعمل في اللاترال جينيكوليت بودي. هنا برضو الحزمه دي اهي الاوبتيك تراكت، هنا هيمشي كده ويروح يعمل في اللاترال جينيكوليت بودي. من اللاترال جينيكوليت بودي هتطلع فايبرز اسمها اوبتيك راديشن، وتروح تصب في الفص ده سريبرال هيمسفير، وهنا تطلع اوبتيك راديشن وتصب في الفص ده السريبرال هيمسفير اللي فيها الفيجوال اريا اللي هي مركز الابصار في كل سريبرال هيمسفير.
يبقى ده اوبتيك نيرف. بعد ما حصل الديكاستيشن هنا كده بقى اسمه اوبتيك تراكت. الاوبتيك نيرف ده سنسوري شايل الفيجن من العين، طوله حوالي 4 سنتيمتر. بيحصل له ديكاستيشن او كيازما قدام البيتيوتري جلاند، وبعد كده يجي الاوبتيك تراكت اللي بيريلي في اللاترال جينيكوليت بودي. من اللاترال جينيكوليت بودي تخرج الاكزونز بتاعت السيلز اوف لاترال جينيكوليت بودي على هيئه حاجه اسمها اوبتيك راديشن، عشان تروح لمركز الابصار في كل فص من البرين اللي هو السريبرال هيمسفير، والمركز اسمه فيجوال سنتر. نيجي بقى لاصغر باراسمباثيك جانجليا موجوده في الهيد والنيك، وهي السيلياري جانجليون، ودي بحجم راس الدبوس، موجوده كده على اللاترال سايد اوف الاوبتيك نيرف كده ميديال، والناحيه دي لاترال. تمام. طيب احنا اتفقنا ان النيزوسيلياري هيدخل من السوبيريور اوربيتال فيشر ويعدي على الاوبتيك نيرف فروم لاترال تو ميديال، هيدي سنسوري برانشز للسيلياري جانجليون دي، اتنين سنسوري برانشز. احنا اتفقنا ان اي بارا سمباثيك جانجلي عايزه سنسوري وسمباثيك وبارا سمباثيك. طيب كمان احنا قلنا ان الاوكلوموتور هيدخل باتنين ديفيجن من السوبيريور اوربيتال فيشر. الانفيريور ديفيجن بقى ده هيدي فرع اسمه نيرف تو انفيريور اوبليك. تمام. النيرف تو انفيريور اوبليك داخل جواه فايبرز بارا سمباثيك، تقوم سايباه وداخله عامله ريلي في السيلياري جانجليون. ادي كده الباراسمباثيك وادي السنسوري، اتبقى الروت اللي هو السمباثيك. احنا اتفقنا ان في ارتري هنا اسمه انترنال كاروتيد ارتري ومحمل بسمباثيك فايبرز ملفوفه عليه، تقوم سايباه وملفوفه حوالين النيزو سيلياري نيرف. يبقى السمباثيك فايبرز هتمشي للسودة المنقطة دي في النيزو سيلياري نيرفز. من النيزو سيلياري نيرفز دي هتطلع منه حاجة اسمها لونج سيلياري نيرفز، حوالي اتنين شايلين سمباثيك فايبرز علشان يروحوا يغذوا الدايليتور بيوبيلي، وكمان تهرب منه وتمشي على الفايبرز السنسوري دي وتوصل للسيلياري جانجليون. يبقى احنا عندنا الباراسمباثيك روت رقم واحد جاي من الاوكلوموتور من خلال النيرف تو انفيريور اوبليك، السنسوري روت جاي اصلا فرعين من النيزوسيلياري نيرف، السمباثيك روتس جايه من السمباثيك اللي ملفوفه حوالين الانترنال كاروتيد ارتري، تقوم هربانه من الانترنال كاروتيد ملفوفه في النيزوسيلياري وماشيه في طريقين، طريق في اللونج سيلياري نيرفس اللي بتطلع من النيزوسيلياري عشان الدايليتور بيوبيلي، وطريق يدخل للسيلياري جانجليون نفسها علشان خاطر طبعا يدخل فيها ومش هيحصل ريلي، اللي بيعمل ريلي الوحيد اللي هو البارا سمباثيك روت. تمام. طبعا بتطلع بعد كده الشورت سيلياري، بقى الشورت سيلياري دي تطلع عددها حوالي من 8 كده نيرفس، تخرم السكليرا وتروح طبعا تغذي بقى مين بقى السيلياري ماسل وكمان الكونستريكتور بيوبيلي ماسل، دول بيتغذوا بالبارا سمباثيك. طب الدايليتور بيوبيلي مين بيغذيها؟ بيغذيها اللونج سيلياري نيرفس اللي هم محملين بالسمباثيك فايبرز واللي جايين من النيزوسيلياري. انتوا عارفين النيزوسيلياري ده اصلا سنسوري نيرف طالع من الاوفثالميك بيور سنسوري، ولكن شايل جوه منه فايبرز سمباثيك علشان تغذي الدايليتور بيوبيلي ماسل. انا كده ان انا عندي لونج سيلياري دي بتاعه النيزوسيلياري نيرف ذات نفسه، وشورت سيلياري دي البوست جانجليونيك اللي طالعه من السيلياري جانجليون، ودي عددها اقل حاجه 8 وبتوصل ل 15، بتروح تغذي بقى زي ما انا قلت السفنكتر بيوبيلي والسيلياري ماسلز، وكمان بتغذي البلاد فيسلز بالسمباثيك فايبرز اللي فيها، وكمان السنسوري فايبرز بقى دي جايبه السنسيشن من الاي بول. طيب وسؤال خفيف كده عشان ما تتعقدوش جاوبوه، واللي مش عارف حاجة يتواصل معايا. شكرا جزيلا ليكم.